أعتقد أن حركة النهضة تمر بلحظة فارقة من مسيرتها السياسية. لحد الآن التصريحات التي ظهرت مثل السيد فرجاني ولطفي زيتون وسمير دول هي تصريحات متباينة، ولكن لم يصدر بعد موقف رسمي من قبل أحد أجهزة حركة النهضة سواء مجلس الشورى أو المكتب التنفيذي. فآخر المعطيات تقول أن هنالك دعوة لعقد اجتماع للمكتب التنفيذي لاتخاذ موقف. وأعتقد أن النهضة أنها أمام خيارين أحلاهما مر، فهي إن قبلت بهذه الحكومة ستجد نفسها لأول مرة خارج منظومة حكم، وأن لم تقبل فإن الاتجاه سيكون حل البرلمان ودعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، وبلا شك لن تكون النهضة الفائز الأكبر فيها. النهضة خاسرة على كل المستويات. أعتقد أن ينسحب السيد راشد الغنوشي من رئاسة الحركة وأن تقوم بعملية إعادة البناء نوع من البريستورايكا من جديد، وتدرك أن هنالك تحولات على المستوى الجيوستراتيجي بالمنطقة، وأن العالم في سنة 2011 ليس هو نفس العالم في سنة 2020.